كيف يمكن تطبيق أهداف وثيقة الاتحاد الأوروبي 2030 للتنمية المستدامة والتي تؤكد أهداف الأمم المتحدة أيضا؟ فحول هذا العنوان التقى الخبراء وعمداء المدن والناشطون الاجتماعيون وممثلو الشركات في بروكسل لمناقشة ما تم عمله على أرض الواقع في تجسيد الأهداف الأممية والأوروبية للذهاب إلى اقتصاد مستدام ونظيف. المتدخلون انتقدوا الوثيقة الأوروبية لعدم دقتها وأيضا لكونها جاءت متأخرة بثلاث سنوات كاملة. There are a lot of financial instruments from the part of the European Union, like the regional local funds, cohesion funds, Horizon 2020 for research and innovation and others that could support directly the regional local authorities, also together with the budget of the national states, as well the private sector mobilization funds for the banks. عروض كثيرة للتجارب التي طبقت هنا وهناك في أوروبا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل اعتماد الاقتصاد الدائري الذي يقضي على المواد المضرة للبيئة، وكذا التقليص من التلوث الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكن ما أنجز يبقى حسب الخبراء دون المستوى إذا لم يتم تقاسمه مع مناطق أخرى في العالم وأهمها منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط لتعم الفائدة وتحقق الأهداف الأممية في الذهاب إلى اقتصاد عالمي مستدام. We encourage our own European cities, regions to take an action, organizing study visits, learning training programs for our collaborator city municipality representatives from the Arab countries, visiting us in different parts of the EU and learning. And it's not only that, let's say, the political leaders need to learn, but concrete examples are professionals on waste water management and all of that kind of activity, how to build a new infrastructure. النقاش الذي دار بين الخبراء يثبت أن هناك تباين بين المدن والأقاليم الأوروبية في تطبيق مبادئ وثيقة الاتحاد الأوروبي 2030، واعتبر الحاضرون أنه يجب الإسراع في القضاء على هذه الاختلالات، وأيضا وضع منصة أوروبية تحدد طابع المشاريع التي ترسلها لها قبل تنفيذها لتقول هل هي مستدامة أم لا، لتنظيم الاستثمارات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح. التطور الحاصل أوروبيا في مجال تحقيق التنمية المستدامة يبقى تأثيره منحصر إذا لم تتم تعميم التجربة على مناطق أخرى في العالم حتى تعم الفائدة. الأخضر فرات لقناة الإخبارية بروكسل. التطور الحاصل أوروبيا في مجال التنمية المستدامة يبقى منحصرا إذا لم يتم تعميم هذه التجارب على مناطق أخرى في العالم لتكون الفائدة عامة. الأخضر فرات لبرنامج أموال ومسارات بروكسل.